قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب ما قيل في العمرة والرقبة، أعمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له واستعمركم فيها، جعلكم عمارا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب من استعار من الناس الفرس. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. باب الاستعارة للعروس عند البناء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. باب فضل المنيحة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن
مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي عن يونس بهذا، وقال: مكانهن من خالصه. حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أراضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد قال: حدثني أبو سعيد قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها شيئا؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عارية. وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت، فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأخدمها هاجر. باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها. حدثنا الحميدي قال: أخبرنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. وهذا آخر الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات. والحمد لله رب العالمين.